بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل بقرآن كالشمس وضحاها وسنة كالقمر إذا تلاها، من صار على نهجهما كان كالنهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما كان كالليل إذا يغشاها، فصلوات ربي وسلامه علي. إلهي وسيدي ومولاي، رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاسيها ودانيها، ليس للروح أمال تحققها إلا رضاك فذا أقصى أمانيها، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي أحب إلي من الدنيا وما فيها. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، وها هو يوم الجمعة وسرعان ما تمر الأيام. وتكلمنا في الجمعة الماضية عن الرضا عن الله عز وجل، عن الرضا عن الله تبارك وتعالى، وعلمنا مقام الرضا أنه مقام رفيع، مقام عالي، لا يناله إلا المخلصون، لا يناله إلا المؤمنون، لا يناله إلا من خصهم الله تبارك وتعالى برحمته، وكذلك إلا من وفقه الله تبارك وتعالى لأن يرضى عن الله جل وعلا فيحظى برضا الله تبارك وتعالى في الآخرة. يكفيه أن تأتيه الملائكة عند الموت وتقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقلنا ملخص الكلام إنك أنت تكون راضي عن أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيديها لك في هذه الدنيا، من رزق، مال، ولد، بنات، من أي أمر ما من أمور هذه الدنيا، من صحة، من عافية، فأنت ترضى بكل شيء ربنا تبارك وتعالى ادهولك في الدنيا. وكما تعلمون أن الليلة الماضية حدث هناك مطر مفاجئ، ولعل هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى تجعلنا نتدبر ونتفكر في آيات الله جل وعلا. وها هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، سمعونا الصلاة عليه، كان دائما صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة رضي الله عنهم على التوحيد الخالص لله جل وعلا. ففي الحديث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، يعني كان في مطر وكان في شتاء زي ما حصل كده، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي يرحمكم الله، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا، يعني بسبب مثلا الشيء في الكون أو الكلام ده والأمور اللي هي بيدرسوها الكلام ده، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فملخص الكلام أن يرد كل شيء إلى الله تبارك وتعالى، فهو القادر على كل شيء وهو المتحكم في الكون سبحانه جل وعلا. فلعل هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، يعني تجعل الإنسان يتفكر كما قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. الموضوع أيها الأحبة اللي أنا كنت عايز أتكلم في اليوم هو لا يقل أهمية كذلك عن مقام الرضا، لا يقل أهمية عن مقام الرضا، حياك الله يا أستاذ رضا، لا يقل أهمية عن مقام الرضا هذا الموضوع، وهو النعم، أن نؤمن بهذه النعم التي أسبغها الله تبارك وتعالى علينا ليلا ونهارا. في ناس بتظن أن ربنا ما أنعمش عليها خالص، بتظن أن هي حياتها ضنك، حياتها مش كويسة أو الكلام ده، وتنظر نظرة يعني يائسة، نظرة مش كويسة. لكن أيها الأحبة، الحقيقة إن إحنا لو شفنا نظرنا حوالينا ونظرنا في، لو شفت يعني كل شيء أعطاه الله تبارك وتعالى لك فهو نعمة
من الله جل وعلا. في ناس، بعض الناس بتكسر النعمة ان هو عشان مع مال يبقى دي نعمة من الله، معوش مال يبقى كده ربنا ما انعمش عليه. مثلا هو مع مال بس ما عندوش اولاد، الله عز وجل لم يرزقه، يظن ان كده ربنا ما بيحبهوش او ربنا كده ما انعمش عليه، لكن ده طبعا ظن ايه؟ ظن سيء. فالانسان ينظر في نفسه كما قال الله تبارك وتعالى: وفي انفسكم افلا تبصرون. نعم، الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى كما قال الله جل وعلا: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. وآية تانية: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. يقول الله تبارك وتعالى: سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره. هذه نعمه من نعم الله تبارك وتعالى. لما تشوف البحر كده ومنظر السفينه وهي ماشيه في البحر، هذه نعمه. من الذي حمل هذه السفينه على الماء بما عليها من ثقل شديد؟ شوف وزنها قد ايه، وسبحان الله الميه تحملها باراده الله جل وعلا. قال سبحانه: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره، وسخر لكم الانهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، واتاكم من كل ما سالتموه، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. نعمه واحده مثلا، لو عديت الفوائد اللي في نعمه واحده ربنا تبارك وتعالى اديها لك، مش هتعرف انك انت تؤدي شكر هذه النعمه. الفوائد اللي في الميه بس لوحدها مش هتعرف برضو انك انت تأدي النعمة بتاعت المية اللي احنا بنشربها ديت. الفوائد اللي في الشمس، في حرارة الشمس، في التمثيل الغذائي، في البناء الضوئي، ما تعرفش تعدها. الفوائد اللي في الهواء والعناصر فيه، والهيدروجين والنيتروجين والأكسجين، كل الأمور ديت اللي بيأكسد وبينظف ويحرق الأكل وسبب الحياة، مش هتعرف انك انت تحصر هذه الفوائد العظيمة اللي في أكلة واحدة من كثرة الفيتامينات اللي فيها ومن كثرة ما فيه. الإنسان أساسا مسألة أنك أنت تشعر بنعم الله سبحانه وتعالى، ده دي حتى يعني إيه، يعني شيء عظيم جدا. الإنسان يعجز يعني عن العلم عن نعمة واحدة، أنك أنت تحصر النعم اللي فيها بس، ده أنت أصلا تعجز عن ذلك، فما بالك يعني إيه بشكر هذه النعم. لذلك أيها الأحبة، لا بد أن تنظر كم أعطاك الله تبارك وتعالى وحرم غيرك. أنت شوف ربنا إدالك إيه وحرم غيرك من الأشياء اللي أنت فيها دي، عشان تعرف نعمة ربنا تبارك وتعالى عليك. يبقى أنظر لما أعطاك الله سبحانه وتعالى، كم صبر عليك عندما يعني تركت الشكر. شوف ربنا صبر عليك قد إيه وإنت تركت الشكر هذه النعمة. اعلموا أيها الأحبة أن النعم لها درجات عظيمة في شكرها. يبقى أول حاجة أنك أنت تعرف نعم ربنا تبارك وتعالى عليك. الواحد أما يكون عنده مثلا نعم هو مش عارف، واحد مثلا عنده نعمة الصحة مش عارفها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، إيه هما؟ الصحة والفراغ. تلاقي واحد عايز يضيع وقته يقول لك: أنا بروح أقعد مش عارف فين عشان أضيع وقتي شوية. والكلام ده نعمتان مغبون فيهما كثير. شوف قد ايه من الناس مغبون، قد ايه في الناس خسران، ما هوش عارف نعم ربنا تبارك وتعالى عليه. يعني احنا اصلا مش حاسين بهذه النعم، مش قادر يعرف قد ايه مثلا النعم دي ثمينه، مش قادر يعرف قد ايه نعمه الصحه. مثلا دخل طبيب كبير كان بيتفقد المرضى، الكلام ده على لسانه بيحكي على مواقف شفه. طبيب كبير دخل على مرضى بيتفقد حال المرضى ويشوفهم الكلام ده، فلقى واحد بيقرأ صفحتين قرآن، كانوا في رمضان، فالمرضى طبعا يعني هم أحرص الناس على طاعة الله عز وجل لما هم فيه من العظة والعبرة بهذا المرض. ففتح المصحف وعمال يقرأ المصحف، يقرأ إيه؟ طبعا معلوم إن كثير من الناس بيختم القرآن كثير في رمضان، لكن الشخص ده ماسك المصحف وما بيقلبش الصفحة وعمال يردد في نفس الصفحة ويبكي، يردد في نفس الصفحة ويبكي. فقال له: أنت ليه ما بتقلبش الصفحة وتقرأ يعني الصفحة اللي بعدها؟ قال له: أصل هو مشلول والعياذ بالله. تخيل، مشلول وما عندوش استطاعة أنه يقلب الصفحة ويقرأ الصفحة اللي بعدها. موقف تاني حصل في مسجد البخاري من سنوات كده،
تقريبا 15 سنة، كان في برضو أحد الناس الكبار الطيبين ماسك المصحف وعمال يبكي ويعيط، يبكي ويعيط، الشباب وكله جالس في المسجد، كنا في اعتكاف رمضان، كله عمال يقرأ في المصحف ويقرأ ويختم القرآن ما شاء الله، اللي بيقرأ جزء اثنين ثلاثة، لكن أحد الناس الطيبين جالس على المصحف وفاتح المصحف وعمال يبكي ويعيط ويفر صفحة، ويبكي ويعيط ويفر الصفحة اللي بعدها، ويبكي ويعيط ويفر. فإيه حكاية الراجل ده؟ فأحد الشباب قاعد كده يعني واخد باله منه الكلام ده، فسأله يعني قال له أنت ليه البكاء ده كله يعني ما شاء الله مع كل آية أو كل صفحة والكلام ده؟ قال له يا ابني أنا ما بعرفش أقرأ ونفسي أقرأ زيكم القرآن، عشان كده أنا عمال أفر صفحات المصحف من أوله لنهايته يعني، وبستغفر ربنا تبارك وتعالى وبسأل إن ربنا تبارك وتعالى يتقبل مني نظري لآيات القرآن الكريم، عايز بس ربنا يتقبل منه نظره للآيات، وعمال يبكي على نفسه ويعيط إنه مش قادر يفك الخط. شوف قد إيه مننا بيجيد القراءة ومع ذلك شوف يعني هجر القرآن، ما بيفتحش المصحف إلا في المواسم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب واحد تاني برضو نفس الطبيب ده دخل عليه ولقاه عمال بيبكي بكاء شديد جدا جدا، فقال له أنت بتبكي إيه؟ أنت بتبكي ليه؟ أنت نفسك في إيه؟ نفسك في إيه؟ أنت قال له نفسي يا ابني ربنا يرد علي صحتي وعافيتي، نفسي ربنا يرد علي صحتي، طبعا ما بيحركش ايديه ولا بيحرك رجليه، قال له نفسي ربنا يرجع لي ايديا تاني ويرجع لي يعني قدمي تاني والكلام ده. قال له نفسك ليه؟ عشان تحضن اولادك ولا عشان يعني انت عايز ايديك ترجع ليه تاني تحضن اولادك، او يعني تقدر انك انت تخدم نفسك او الكلام ده، عايز تستمتع يعني بالايدين، عايز تسعى على مصالحك؟ قال له لا. امال انت عايز ايديك ليه ورجليك؟ قال له نفسي أسجد لله عز وجل، نفسي أسجد، محروم من نعمة السجود. شوف قد إيه مننا يعني الحمد لله في كامل العافية والصحة وبيمشي وبيجي والكلام ده، وسبحان الله ومع ذلك تبص تلاقي صحته كويسة وتلاقيه هاجر الصلاة، تبص تلاقيه مكسر في أمور الصلاة أو الكلام ده، تبص تلاقيه يقرأ يعني يسجد ثلاث ثواني ويقوم بسرعة والكلام ده، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فشوف ده واحد دوت فقد هذه النعمة ونفسه ان ربنا يرجع له ايديه تاني عشان يقدر ان هو يسند عليها كده ويسجد ويحط جبهته لله تبارك وتعالى في الارض. فدي نعمة عظيمة يا جماعة، لازم نعرف نعم ربنا تبارك وتعالى علينا نعم متعددة لا تحصى. لذلك ايها الاحبة يعني في سائل دقيق جدا، سائل دقيق جدا، السائل ده موجود في ودانك ووداني وودان كل الناس، السائل ده هو اللي مسؤول انك انت تقف متوازن، متخيل؟ العلماء بيقولوا كده، السائل ده اللي في ودانك ده مسؤول ان يخلي جسمك كده تبقى انت واقف كده متوازن، ما تقعش على وجهك او على ظهرك او على جنبك او الكلام ده، السائل ده بيسندك او بيخليك انك انت ما تقعش او ما تملش. بيقولوا لو السائل ده مش موجود عشان تقف محتاج يبقى كل قدم من قدميك، كل رجل كل قدم من قدميك ان يكون حجمه قد ايه انت عارف؟ طب اسال انا السؤال دلوقتي، احنا اي واحد دلوقتي يعني اكتر واحد مننا رجله مثلا ايه مقاسه مثلا كم سنتي يا ابو عبد الله؟ ها انت، انا شايف انت كده ما شاء الله الاكبر يعني. ها اكبر واحد كده مقاس رجله كام؟ ها مثلا 10 سنتي. 10 سنتي كام ابو ندى؟ يعني نقول 10 في 20 مثلا، 10 في 20 متراوح ما بين كده. كام يا حاج مسعد؟ كام؟ 10 سم. طيب العلماء بيقولوا عشان لو السائل ده مش موجود مطلوب ان رجليك تكون طولها 75 سم، تخيل يعني، وكمان تكون ايه بشكل بيضاوي حوالين قدمك علشان تعرف تثبت وانت واقف بس ما تقعش، فبالك بقى يعني فما بال المشي بقى. يبقى دي نعمه عظيم، شوف نعمه اهوت فينا عشان سائل بس كده بسيط فوداننا واحنا مش حاسين بيه، يعني سبحان الله العظيم. ليه اساسا برضو حاجه تانية، ليه بتسمع مثلا الاصوات الخارجيه وما بتسمعش الاصوات الداخليه؟ انت مفكر ان الاجهزه اللي شغاله في اجسامنا من جوه دي ملهاش اصوات؟ ده بيقول لك لها اصوات، لو ربنا تبارك وتعالى كشف الحجاب بيقول لك ما تنعم بالنوم لحظه واحده، مش هتنعم بنعمه الهدوء، عشان تعرف نعمه الهدوء ربنا حاجه بالسمع انك انت ما تسمعش الاصوات اللي في داخل جسمنا من جوه دي، بيقول لك اشبه بقطار الحديد
وربما أشد من كذار الحديد، صوت الأجهزة اللي في جسمنا. شفت قطر الحديد كده وماشي بيبقى صوته عامل إزاي؟ يقول لك الأجهزة في داخل جسمنا أشبه بكده بالظبط، سبحان الله العظيم. ومع ذلك دي نعمة الهدوء، دي إحنا مش حاسين به، سبحان الله. بيقول لك كمان الأجهزة دي أشد من شلالات يعني موجودة تقريبا في قارة في أمريكا اسمها شلالات نياجرا أو حاجة زي كده، بيقول لك طولها يعني حوالي 65 متر. فبيقول لك أصوات اللي موجودة أشد من الشلالات دي، لو ربنا تبارك وتعالى أذن أو كشف الحجاب عن السمع إنك أنت تسمع هذه الشلالات. ما في برضو، خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى عمل الحجاب على العين، إن في حاجات معينة أنت ما تشوفهاش. يعني لو ربنا كان كشف لك الحجاب وتشوف الحاجات الدقيقة جدا والميكروبات والكلام ده، ما كنتش هتنعم إنك أنت تشرب بق مية بس، سبحان الله، عشان تعرف نعمة ربنا عليك. ولذلك بعض الباحثين لما نظروا من الميكروسكوب وشافوا المية وكده والكلام ده واللي في قلب المية، يعني بيقول لك ده أصلا في حد ذاته يسبب لك قرفة والعياذ بالله من اللي أنت بتشوفه في المية. ولكن طبعا إحنا بيكفينا إننا بنقول بسم الله وبنشرب عشان تعرف نعم ربنا تبارك وتعالى علينا. يبقى نعم الله عز وجل علينا أيها الأحبة نعم عظيم. يقول الله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. إحنا بس شايفين إن الرزق هو المال أو الفلوس أو الكلام ده، فورب السماء والحق فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الرزق ده اللي هو المال والكلام ده ربنا ضمنه لك إنه لحق مثل ما أنكم إيه تنطقون، يبقى الرزق ده مضمون. قال الله جل وعلا ألا له الخلق والأمر، قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق من أسباب النعم، من أسباب النعم التقوى لله تبارك وتعالى. ولكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. كل حاجة ربنا جعلها بقدر معين سبحانه جل وعلا ولها وقتها، سبحان الله العظيم. يبقى نعم الله تبارك وتعالى عظيمة. لذلك أيها الأحبة علينا أن نجتهد في الدعاء. لذلك كان من دعاء سيدنا داود عليه السلام دعاء عجيب قوي مريت به يعني في أثناء قراءتي، اللهم يا من رزق النعاب في عشي. سيدنا داود إيه اللي عرفه بالنعاب ده؟ أطلعه الله عز وجل على هذا النعاب، بيقول اللهم يا من رزق النعاب في عش. النعاب ده يا جماعة بيقولوا عليه طفل الغراب، عارف الغراب؟ الطفل بتاعه بقى طفل الغراب، بيقولك لما بيخرج من البيضة بيبقى ريشه أبيض، أبواه اللي هم الغربان هم طبعا لونهم إيه؟ أسود، وأسودان طبعا قلبا وقالبا، يعني الغراب فعلا مخلوق قلبه إيه؟ أسود، يعني بتاع مكر وبتاع مشاكل، هو من الفواسق كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. سمعون الصلاة، نمنا ولا إيه؟ من الفواسق. وبالرغم من كده لما بيشوفوا ابنهم اللي هو طلع من البيضة ده بالشكل ده ولونه أبيض والكلام ده، بيقولك بيبعدوا عنه بيخافوا منه ما بيحبوش اللون الأبيض. فطب هو هياكل إزاي؟ أبوه وأمه بيبعدوا عنه، طب من اللي هيأكل النعاب ده؟ طفل الغراب الصغار ده من اللي هيأكله؟ شوف ربنا تبارك وتعالى يطعمه إزاي. الله تبارك وتعالى يبعث له في فمه لعابا يجذب برائحته الديدان والحشرات والفراشات. يعني ربنا يجعل كده عنده في لسانه لعاب، اللعاب ده بيجذب بيه الحشرات والديدان والكلام ده والفراشات، فتأتي إلى منقاره فيأكلها، بيمر بيه أسبوع كام يوم لحد ما ريشه يتكون ويبدأ مثلا أبوه وأمه يرجعوا له تاني، سبحان الله العظيم، ويقوموا إيه على رعيه. شوف قدرة الله سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا داود كان بيقول اللهم يا من رزق النعاب في عشي، ربنا جعل الطعام بتاعه الرزق بتاعه يجي لحد عنده، هو لسه طفل صغير يعني ما فيش حركة ولا فيه كلام ده، سبحان الله العظيم. انظر إلى قدرة الله عز وجل، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لك. يبقى دي نعم عظيمة أيها الأحبة. ربنا تبارك وتعالى بين لنا، احنا كده خدنا وقت قد ايه، ربنا تبارك وتعالى بين لنا برضو أسرة عظيمة، أسرة سيدنا عمران، أسرة آل عمران. شوف ربنا تبارك وتعالى كم بيرزقهم إزاي سبحانه وتعالى. الأسرة دي شغلت حياتها كلها في الدعاء والصلاة في المحراب،
ربنا تبارك وتعالى بين لنا العائلة دي في القرآن الكريم. نبي الله زكريا ما كانش بيحب، ما كانش يعني بينجب، كانش عنده أولاد. طب هو نفسه في ولد، ما فيش أطباء، من اللي هيكشف عليه؟ من اللي هيكتب له دواء معين والكلام ده، أو لزوجته أو الكلام ده؟ ما فيش أطباء يعني بيفلحوا في المسألة دي. رفع إيده ودخل في المحراب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. طيب امرأة سيدنا عمران قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. هي كمان ووضعت مريم، دعت لمريم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. يعني شوف سبحان الله، حتى ربنا بيبين حال السيدة مريم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. يبقى الخلاصة جماعة إن نعم ربنا تبارك وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يبقى الخلاصة إن نعلم أيها الأحبة إن الدين رزق. يعني ربنا هداك لطاعته، ربنا أدخلك في مسجدي سبحانه وتعالى، أنت ما خرجتش من بيتك بحولك وقوتك أنت، وإنما خرجت بحول وقوة الله تبارك وتعالى، ودي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي بعض الناس بيظن أنها بتقال عند المصائب بس. لا، هذه الكلمة بتقال لما يكون في شيء عظيم أنت ما انتش قادر عليه، فبتقول كده لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت خرجت من بيتك بحول الله وقوتي تبارك وتعالى، بأي حاجة مردها إلى الله جل وعلا سبحانه جل وعلا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. الإيمان رزق، الرضا رزق، الأخلاق رزق، الزوجة الصالحة رزق، الأبناء الصالحين رزق، الصحة رزق، حسن الخلق رزق. كل ديت أرزاق من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه جل وعلا. هذا والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه مني زادا لنا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وحسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.